انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالا رئيسا له بفارق 5 أصوات عن منافسه خالد المشري، وذلك خلال جولة تصويت ثانية. كان المشري قد حصل في الجولة الأولى على 49 صوتا من أصل 129 حضروا للتصويت، بينما جاء بعده محمد تكالا ب 39 صوتا. كما أفاد مراسل العربي بانتخاب مسعود أعبيد نائبا أول للمجلس بفارق 10 أصوات عن منافسه ناجي مختار. من طرابلس سمعنا مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، هذه الانتخابات في المجلس الأعلى للدولة إلى أي مدى ربما ستنعكس على مسار السياسي تحديدا للوصول إلى انتخابات رئاسية في ليبيا؟ نعم سهام، ما حصل اليوم في المجلس الأعلى للدولة يظهر أولا حالة الاستقطاب السياسي داخل حتى المجلس الأعلى للدولة ما بين الأغلبية التي سيطرت لأكثر من 5 سنوات على رئاسة المجلس الأعلى للدولة متمثلة في خالد المشري الذي عقد الكثير من التوافقات مع الطرف الآخر بالنسبة للعملية السياسية مجلس النواب. الآن نرى المعارضة بدأت تعود من جديد إلى رئاسة المجلس باختيار تكالا. ما قد يحصل من خلال هذا الاختيار لرئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، هناك الكثير من التحديات، يعني هذا على لسان حتى أعضاء المجلس الأعلى للدولة، متمثلة أولا بمسألة حالة الانقسام الحادة التي يعاني منها المجلس الأعلى للدولة منذ سنوات، متهمين الرئاسة السابقة بأن هي من أشعلت فتيل الانقسامات داخل المجلس على خلفية الاستمرار أكثر في رئاسة المجلس، يعني في شخص خالد المشري. الآن هم يدعون الرئاسة الجديدة إلى محاولة تغليب الرأي العام داخل المجلس ومحاولة تنحية أي انقسامات وأي تجاذبات أو خلافات داخل المجلس وتوحيد حتى الرأي داخل المجلس الأعلى للدولة. هناك أيضا تحديات خارجية متمثلة، كيف ستكون الرئاسة أمام الاستحقاقات المقبلة؟ نتحدث عن مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، هل سترضي الرئاسة الجديدة خاصة وأن الرئاسة الجديدة متمثلة في تكالا أنه مصر بشكل أكبر على عدم القفز فوق المسار الدستوري من خلال تصريحاته السابقة. هو يرى بأن على الجميع التوافق على المسار الدستوري قبل أي مسارات أخرى، ما يعني أن خارطة الطريق المقترحة من الرئاسة السابقة قد لا تنجح حتى وإن تم التوافق معها، يعني مع الشريك الآخر البرلمان فيها، فيما يتعلق باختيار حكومة جديدة قد تجهز للانتخابات، ما يعني أن الحكومتين، حكومة أسامة حماد في الشرق وحكومة عبد الحميد البيبة، قد تظلان على حالهما وقد تجرى الانتخابات على هذا الأساس، خاصة وكما قلت بأن الرئاسة الجديدة تصر بشكل أساسي على ضرورة إنجاز القوانين الانتخابية والسير مباشرة إلى تحديد المواعيد الانتخابية المنتظرة، أي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ما قد يعقد أكثر ربما مسائل إنجاز مثل هذه التحديات التوافق، هل ستتوافق الرئاسة الجديدة مع رئاسة مجلس النواب والتي هي مستمرة منذ سنوات في رئاسة البرلمان، خاصة وأن الكثير من التوافقات تمت خلال الفترة الماضية مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة إبان فترة خالد المشري، لكن الآن نرى شخصية جديدة، كيف سيكون التعاطي بالنسبة للشخصيتين على مستوى العملية السياسية والعملية الانتخابية؟ هناك أيضا ربما تحذيرات حتى من مسألة قد يكون هناك توتر أمني على خلفية ما حصل اليوم في المجلس الأعلى للدولة، لكن البعض يستبعد ذلك وقد يرى بأن هناك ربما المزيد من الضغط بالنسبة للمجلس الأعلى على شريكه في العملية السياسية للانطلاق مباشرة وعدم التشبث بالسلطة، وهذا ربما الشعار الأكبر للمعارضة اليوم في المجلس الأعلى للدولة. سهام، عبد الناصر خالد من طرابلس، شكرا جزيلا لك. انتقد الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب في ليبيا خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب والأعلى للدولة. أوضح الحراك أن خريطة الطريق المقترحة هي محاولة للبقاء في السلطة وليس لمعالجة الأزمة السياسية. وطلب الحراك بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة كحل للأزمة في ليبيا. لن يعترف الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب ولن يتعامل مع أي خارطة طريق يعتمدها مجلس الدولة سواء كانت بطرق شرعية أو غير شرعية،
وفي هذا الصدد نجدد رفضنا السابق للتعديل 13 للإعلان الدستوري لاعتباره باطلا شكلا ومضمونا